صحيح للاسف الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله ويصبر اهلها. اللهم اني قادر نهضر يا رشدي اقسم بالله صراحه، يعني نفكر قبل سنتين كنت قاعد هنا وانت كنت قاعد هنا وكنا نحكيوا على بقرون، وفعلا هي وهي في المرض تاعها كنت متواصل معها، كانت انا نعتبرها وصيه، انا نعتبرها وصيه على مستوى الشخصي، وكنت كتبتها حتى في فيسبوك، كانت تحب الجزائر، تحب الجزائر فعلا، تحب الجزائر بشكل كبير جدا، وصدقني يعني حتى فوز الجزائر بكأس افريقيا كانت تدافع عنها بالماضي نتذكر، وترفض انه واحد يهين الجزائر، وكانت دائما تحبنا انه نكونوا مع بعض، كانت رسالتها الامل الحب الاحترام، وكانت تحب انه تقدم شيء، هي صغيره لكن كانت عندها رؤيه بعيده المدى. ريم غزالي اعتقد الناس حبوها مش من فراغ، لانه فعلا مشروع، كانت مشروع منتجه كبيره، كان ممكن من خلال افكارها وطموحاتها حتى لو انه اخطات في بعض الاعمال، لكن كانت عندها رؤيه عربيه كبيره، كانت حابه ترتقي بالفن الجزائري، وهي فعلا يعني انا على مستوى الشخصي نفتقدها كثير يعني صراحه. هذه سنه الله في خلقه، الموت يخطف الطيبين والناس الرائعين اللي نحن طبعا تبقى ذكرى جميله جدا، وريم غزالي ستبقى لنا غزاله في ذاكرتنا، وصدقني يا رشدي وانا انا متاكد انك تحس ونضال نفس الاحساس، انه فعلا ماناش مصدقين انها ذهبت هكذا في لحظه، وعانات يعني من المرض.